أخبار اليوم. كنا عايزين نعرف رأي حضرتك ايه سر العملية الانتخابية؟ يعني اسوأ شيء في العملية الانتخابية دي ان العواجيز ما لهمش صوت. ازاي يا دكتور؟ يعني بعد هذا التاريخ من الفن ومن العمل ومن الاعضاء يجي يقولوا لنا ما لكمش صوت، ما بقتش نقابتنا يعني ما لناش نقابة. طب ازاي يا دكتور ما لكش صوت؟ ما ليش صوت، هم قالوا ما ليش صوت، ما لكش صوت. بسبب ايه؟ عجوز ما مركون على الرب، محطوط على الرب يعني مالكش قيمة، محطوط على الرب مالكش قيمة. بس ما هو معنى مالكش صوت يعني ايه؟ بني ادم مالكش قيمة، يترمي في صفحة الزبالة، اترمينا في صفحة الزبالة عشان كبرنا. طب حضرتك السبب ايه؟ يعني السبب ما بقول لك ايه؟ ما بقول ما هو السبب السن يعني السن. طب ما حضرتك عضو نقاب. ما هقطعه. طب هو هقطع الكارنيه ده لان ما دام ماليش صوت يبقى ماليش اهميه. طب ازاي محددين ازاي محددين سن؟ انا عارف، سالهم هتسالني انا؟ انا داخل وجاي عشان اعمل انتخاب، قالوا لي مالكش صوت. اقول لهم ايه؟ اقول لهم ان احنا ترمينا في صفحه الزباله بس، ادي الحكايه. كل من يكبر في السن يترمي صفحه الزباله. ها؟ ده قانون نقاباتنا في مصر. القانون في مصر غريب جدا. عاوز ايه اكتر من كده؟ في كلام اكتر من كده؟ هاتيني جاي كعضو نقابي انتخب وانا والاقي الناس اللي يمثلوني صح واختارهم صح. قالوا لك انت مين انت؟ مين انت؟ انت مين؟ بتعمل ايه؟ بتشتغل ايه؟ زبال ولا بتشتغل ايه؟ بس قلت لهم يا ريت احصل زبال. بالنسبة للدكتور رمسيس مرزوق كان حضر وما تمكنش من الإدلاء بصوته، كنت عايز أعرف إيه السبب؟ هو بالفعل حضر، وطبعا للعلم قانون 35 لسنة 78 واللائحة التنفيذية لنقابة المهن السينمائية بتقرر إن الأعضاء المحالين للمعاش اللي بيتقاضوا معاش من النقابة ليس لهم صوت. الكلام ده مش في نقابة المهن السينمائية فقط، لكن في نقابات كلها تقريبا، يعني كل النقابات. ولذلك هو محال على المعاش، هو بياخد معاش من النقابة، ولذلك القانون بيقرر انه ما يبقالوش صوت في الانتخاب. هل يا ترى هيتم تعديل المادة ديت بحيث ان هو يكون له الحق في الادلاء بصوته؟ والله يا سيد، سواء هو او غيره يعني من المحالين على المعاش. استاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين حاطط الموضوع ده في خطته، وبالفعل ان شاء الله الاستفادة من هذه الخبرات ووضعه موضع ان شاء الله الاقتراح في التعديل القادم، التعديل القادم لقانون نقابة المهن السينمائية. وعلى فكرة قانون نقابة المهن السينمائية والنقابات المهنية الفنية عموما كلها، قامت النقابات الثلاثة ببذل مجهود كبير لأجل تعديله، إلا أن الظروف حالت دون إقراره، ويمكن الظروف دي هتخدمنا أن احنا نضيف بعض التعديلات الأخرى إن شاء الله.